واخيرا وبعد طول انتظار رجعنا لنصف نهائي، وهنلعب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا يا مؤمن، اللي بقالها فتره عماله تتاجل. الاهلي المصري يحل ضيفا على الوداد المغربي، مباراه من المنتظر ليها انها تكون مباراه قمه. المباراه هتكون ما بين فرقتين داء وطعم دوري ابطال افريقيا، وحدث ولا حرج عن الاهلي والوداد، ومواجهه ثانيه ومنافسه ثانيه ما بين موسيماني المدير الفني للاهلي وصن داونز السابق مع نادي الوداد البيضاوي. النهارده طبعا هنحلل مباراة وما قبل مباراة الاهلي والوداد، وبكره لجمهور الرجاء وجمهور الزمالك هنكلمهم على مباراة الزمالك والرجاء. انتظرونا النهارده هنتكلم عن المباراة المرتقبة. طبعا الجماهير بتوع الفرقتين الانين، جماهير الفرقتين على اعصابهم. انا بما اني مشجع اهلاوي فانا على اعصابي والله، واكيد لسه كنت بكلم نور الدين صاحبي مشجع ودادي على اعصابه برضه. مباراه ان شاء الله تكون اخويه، واللي يكسب نقول له مبروك. هنتكلم عن ما قبل المباراه، عن التشكيلات المتوقعه، عن توقعاتنا، عن ابرز النجوم اللي متوقع تالقها بكره. معكم عصام السرساوي. لو اول مره تتفرج عليا شرف ليا انك تشترك في قناتي وتفعل زر الجرس بيكم، هنوصل 1,000,000 مشترك. ولو جديد او قديم بقى ده لازم تخبط اللايك، اخبط اللايك، عايزين الفيديو ده يوصل ل 5,000 لايك عشان الحلقه تنتشر. يلا بينا نتكلم عن المواجهه المرتقبه الاهلي والوداد. مباراة زي ما قلت لكم متوقع ليها انها تكون مباراة قوية ما بين فرقتين ليهم باع كبير في افريقيا، ما بين فرقتين الاهلي المتسيد افريقيا باكتر عدد القاب، والوداد اللي ده طعم البطولة قبل كده وفرقة من الفرق اللي بيتعمل لها 1,000,000 حساب. الوداد هيستضيف الاهلي في المغرب، مباراة هتكون قوية، مباراة هتكون صعبة على الفرقتين، وان كان يعني بنقول الارض المفروض بتلعب مع اصحابها، فالاريحية اكتر هتبقى للوداد. بس خلاص يعني في عدم وجود الجمهور بتلعب هنا بتلعب هناك الموضوع بيبقى سهل شوية. هنتكلم في المباراة النهاردة وهنتكلم عن المباراة المتوقعة ما بين موسيماني اللي هو مدرب الاهلي الحالي ومدرب صن داونز اللي فات، اللي كان بيلاعب الوداد السنة دي في البطولة نفسها مع صن داونز، وقدر انه يتعادل مع الوداد في المغرب وقدر يكسبها في جنوب افريقيا 1-0. هل يتكرر الكلام ده؟ جماهير الاهلي كلها بتتمنى انه يتكرر، ان موسيماني يتعادل بره ويفوز على ارض الاهلي والاهلي يصعد للنهائي. زي ما قلت لكم كمان حابب اقول لكم ان المباراه النهائيه لو اي طرف فيها مصري هتتلعب في القاهره، المباراه النهائيه لان هتعمل قرعه النهارده وتحدد خلاص ان النهائي في مصر في حال صعود ايا طرفي النهائي اهلي او زمالك، لكن لو الوداد والرجاء صعدوا هتتلعب طبيعي في المغرب. هنتكلم عن التشكيلات المتوقعه من وجهه نظرنا عن الاهلي والوداد، وهنبدأ طبعا بصاحب الارض وصاحب الملعب وصاحب الجمهور الوداد البيضاوي. في حراسة المرمى هيبدأ الوداد المغربي بالتكناوتي، طبعا حارس مرمى كبير جدا جدا. 2 قلب دفاع شيخ كومار العائب من الاصابة بقاله فترة كبيرة مصاب، ده تشكيل متوقع. يعني انا وصاحبي طبعا نور الدين يعني قعدنا نتكلم مع بعض عشان نطلع بالتشكيل ده. شيخ كومار هو اللي في قلب الدفاع هيلعب جنبه صلاح الدين السعيدي ناحية اليمين، الباك اليمين من المتوقع انه هيلعب عبد اللطيف نصيري، ناحية الشمال هيلعب يحيى عطية الله، طبعا 2 في نص الملعب ابراهيم النقاش ويحيى جبر، قدامه هيلعب بوليد الكارتي، وناحية اليمين بديع اوك اللاعب المتألق، احنا عارفين بديع اوك بقاله فترة متألق مع الوداد، وناحية الشمال نجم الوداد اسماعيل الحداد اللي كل الجماهير
متعول عليه، وقدامهم من المتوقع انه يبدا بايمن الحسوني. هو في كلام يعني انا كنت متوقع انه كزادي هو اللي هيبدا، بس هو قال لي ايمن الحسوني اللي هيبدا. هنشوف كلام مين اللي صح. نور الدين منك طبعا صديقي الودادي اللي هو بص بيقول لي هنعمله ونخلوا فيكم بكره، وانا يا عم متقبل الكلام ده، وهنشوف بعد المباراه. احنا اخوه في الاول وفي الاخر. دي التشكيله المتوقعه لنادي الوداد في عوامل الخبره. لو هنتكلم عن الوداد، فالوداد عندها يعني الرباعي اللي قدام قوي جدا. هنتكلم عن وليد الكارتي اللي من اللعيبه الجيده جدا جدا، وبديع اوك زي ما قلت، واسماعيل الحداد، وايمن الحسوني رباعي. لو هنتكلم لا رباعي قوي جدا جدا. الاهلي هنتكلم عن تشكيل النادي الاهلي. الاهلي من المتوقع بكره هيبدا محمد الشناوي بعد طمانه جمهور الاهلي ان محمد الشناوي ان شاء الله جاهز لمباراه الوداد. محمد الشناوي في حراسه المرمى، اتنين قلب دفاع من وجهه نظر هيلعب بكره بايمن اشرف وياسر ابراهيم. ناحيه اليمين اتوقع انه هيلعب محمد هاني، ناحيه الشمال علي معلول، اتنين في نص الملعب انا شايف من وجهة نظري السولية لا بديل عنه، وجنبه من وجهة نظري برضه هو اليو ديانج. اليو ديانج اللي بيقدم مستويات قوية جدا جدا في نص الملعب، وممكن بكرة يفاجئنا موسيماني انه يلعب بكرة بتلاتة في نص الملعب، وده اللي انا متوقعه انه يلعب كمان جنبهم بحمدي فتحي، يبقى هيقفل بتلاتة، هيلعب اربعة تلاتة اتنين واحد. هيلعب قدامه من المتوقع انه يلعب طبعا بحسين الشحات، وهيلعب جونيور اجاييه ناحيه الشمال، وقدامهم المهاجم الصريح هيبدا بكره من المتوقع من وجهه نظري هو اون محسن. ده التشكيله اللي انا متوقعها ان الاهلي هيبدا بثلاثه في نص الملعب. لو هنتكلم عن الخطوط ومين الافضل، الاهلي ولا الوداد ولا الوداد ولا الاهلي، لو هنتكلم في حراسه المرمى، فحراسه المرمى ممكن من وجهه نظري ممكن يكون تشابه ما بين حراس المرمى، يعني التكناوتي حارس مرمى كبير، محمد الشناوي من افضل الحراس داخل القاره، يعني حتى لو هيبقى في ليفل مين اعلى من التاني يبقى بسيط خالص جدا جدا محمد الشناوي. الدفاع بقى في الاهلي والوداد هي دي المشكلة. طبعا الاهلي والوداد مع الغيابات مع عودة طبعا كومار، يعني ده هيدي اريحية شوية للوداد. الاهلي اللي يعتبر المدافعين الاساسيين بتوعه مصابين، الاهلي اللي بيواجه اصابات كبيرة. انا لو هتكلم عن الدفاع فالاتنين شايفهم زي بعض، الاتنين دفاعهم غير جيد. لو هنتكلم عن نص الملعب فنص الملعب في الاهلي والوداد اعتقد ان نص الملعب في الاهلي اقوى شوية بالسولية واليو ديانج وحمدي فتحي، بيدي تقل ثلاثي الاهلي اللي انا متوقع انه هيلعب بيهم بكرة، ومش هيلعب بقفشة. في ناس متوقعة انه هيلعب بقفشة، لا انا متوقع بثلاثي هيأمن الدفاع ويلعب على الهجمات المرتدة وهيأمن نفسه كويس. انا شايف ابراهيم النقاش على عيني وعلى راسي، ويحيى طبعا من اللعيبة الجيدة، بس انا شايف برضو الاهلي يتفوق في نص الملعب في النقطة الهجومية. وفي الناحية الهجومية لا يعني من وجهة نظري انا شايف ان الوداد بيتفوق فيها بالرباعي اللي قلنا عليه، وليد الكارتي وبديع اوكو واسماعيل حداد وايمن الحسوني او كزادة. الاربعة دول متألقين في الفترة الاخيرة. الاهلي اللي عنده غيابات برضو، كهرباء المصاب اللي تأكد انه مش هيلعب مباراة بكرة، بس ان شاء الله يلعب مباراة العودة. وطبعا زي ما انتم عارفين رمضان صبحي مشى، وحسين الشحات لسه راجع من الاصابه، مروان محسن بيسجل شويه وشويه ما يسجلش، جونيور اجاييه بقاله فتره مش في مستواه، ومروان محسن يعني كده شويه وكده شويه زي ما انتم عارفين. فانا في النقطه دي شايف ان هجوم الوداد هيكون اقوى من هجوم الاهلي. مباراه ضد يعني زي ما نقول كده، مش التوقعات هنا او هنا، دي توقعات بس وامنيات. انا كاهلاوي بتمنى فوز الاهلي، والوداديين طبعا بيتمنوا فوز الوداد. المهم ان المباراه ترتقي لمستوى الاهلي والوداد، الكره المغربيه والكره المصريه. وفي الاخر احنا اخوه، واساسا الحمد لله طول عمر اللقاءات الاهلي مع الفرق المغربيه والفرق المصريه مع الفرق المغربيه علاقتنا كويسه جدا جدا، وبتطلع مباريات في القمة. مباراة بكرة هتكون صعبة، يعني ما اكدبش عليكم انا كاهلاوي خايف جدا جدا، وكل ما بيقرب الميعاد بطني بتوجعني، وبرضه جمهور الوداد برضه اصحابي اللي بكلمهم لا هم موضوع معهم برضه ايه، كل واحد بيتمنى وبيأمل في الفوز، لكن على ارضية الملعب بكرة هنشوف ايه اللي هيحصل. موسيماني مدرب
قوي وعارف افريقيا، مدرب الوداد، مدرب لسه جديد ما وصلش للوداد. انا شايف ان فرص موسيماني اقوى من فرص مدرب الوداد، وان كان كل حاجة على ارضية الملعب، احنا 11 وانتو 11 وهنشوف اللي هيحصل. نتمنى التوفيق بما اني اهلاوي للاهلي والوداديين يتمنوا للوداد وحظ اوفر، وهنطلع نقول حتى لو الوداد كسب هنطلع نقول وهنهني الوداد، مفيش اي مشكلة، لكن مباراة هتبقى في القمة، مباراة متوقعة قوية. اعتقد ان يعني المباراة فيها كلام كتير ومش هتحسم من اول مباراة، لان لسه في مباراة عودة هتتلعب في مصر بعديها باسبوع، الجمعة الجاية الماتش السبت اللي بعديه الجمعة الاهلي والوداد في القاهرة، نتيجة اللقاء كل فرقة عايزة. يعني الوداد هيبقى داخل عايز يكسب على الاقل، يقولك اكسب 2-0، الاهلي داخل المباراة يقولك انا مش عايز اخسر، انا اطلع تعادل 0-0، 1-1، اطلع تعادل حتى 2-1 بالنسبة للوداد هم شايفينها مش كويسة. الوداد عايز يكسب 2-0، ده بالنسبة له حلو خالص عشان يصعب مأمورية الاهلي، والاهلي عايز يقدم مباراة جيدة، اللي هيكون مركز بكرة، اللي هيكون في قمة تركيزه هو اللي هيأدي. هنشوف الظروف متشابهة ما بين الفرقتين، الاهلي الاهلي مخلص الدوري بدري، والوداد كان بيلعب لاخر نفس، بس ظروف احنا كلنا كنا واقفين والكرة كانت واقفة، والمستويات مش هتلاقيها 100% لان التوقف اثر على الفرق الاربعة اللي موجودين في قبل نهائي دوري ابطال افريقيا. بالتوفيق للاهلي وبالتوفيق للوداد. في الكومنتات بقى قولنا رأيكم، انت متوقع مين؟ انا متوقع ان شاء الله الاهلي هيقدم مباراة، الاهلي ان شاء الله اللي هيصعد من مجموع اللقاءين. انتوا كوداديين وكأهلوية قولوا لي ايه المتوقع، وكان معكم اخوكم عصام، ودمتم في امان الله.